لغتنا المصرية. كورسات لتعليم اللغة المصرية للأسرة المصرية. اللغة القبطية هي اللغة المصرية في آخر مراحل تطورها. اللغة هي وعاء ثقافة لأي هوية. لغتنا المصرية جزء هام من هويتنا. السيدات والسادة متابعي برنامج لغتنا المصرية، دي مقدمة بسيطة بنقدمها لحضراتكم علشان نتعرف مع بعض عن فكرة هذا البرنامج أو هذه الكورسات. مبدئيا احنا ليه قدمنا الدعوة دي لدراسة اللغة المصرية؟ لأنها ببساطة شديدة اللغة المصرية، وباعتبارنا مصريين يبقى شيء طبيعي ان احنا نكون بنعرف لغتنا المصرية. اللغة القبطية هي آخر مرحلة لتطور اللغة المصرية منذ الهيروغليفية مرورا بالهيراتيقية بالديموتيقية إلى أن وصلت إلى اللغة القبطية. من البديهي جدا ومن الجدير بالذكر أن كلمة قبطي يعني مصري، وبالتالي هناك قبطي مسلم وهناك قبطي مسيحي، لكن في النهاية الكل مصريون، بالتالي اللغة القبطية هي لغة المصريين، ما هيش لغة دين ولا عرق ولا لون ولا جنس، هي لغة مصر منذ الأزل وقبل الديانات. العالم المتحضر كله ومراكز البحث العلمي وجامعات كتير جدا مهتمين بها اهتمام كبير قوي، وللأسف الناس اللي عندنا اللي عايزين ياخدوا دكتوراه وماجستير في اللغة القبطية بيطلعوا برة عشان يجيبوا هذه الشهادات من الخارج، فمن باب أولى يعني ان احنا أولى بيها، وما نقولش ان ليس لنبي كرامة في وطنه. احنا بنحاول نرجع اللغة المصرية للشعب المصري اللي بيحبها ويتذوقها. ده ليه؟ طبعا علم الاثار هنستفيد بيه، هنعرف تاريخنا، هنعرف اثارنا ونشوفها ونقراها، لكن اهم بند هو ان احنا بنؤكد وبندعم هويتنا المصريه. كمان بندي جوائز للاوائل في كل قسم من الاقسام. الجوائز ديت للي هيعبر الامتحانات وينجح فيها، واللي هيعمل الامتحانات وينجح فيها هو اللي مشترك في الكراسة، واللي مشترك في الكراسة هو اللي اوريدي عامل الابليكيشن. الكورسات عبارة عن زي ما قلنا في كورسات للأطفال لغاية سن 15 سنة، وفي كورسات للأدلت أولياء الأمور الناس الكبار باللغة العربية، شرح باللغة العربية، وفي كورس باللغة الإنجليزية، شرح باللغة الإنجليزية للي هم ما بيعرفوش كويس اللغة العربية. والامتحان بيبقى درجاته كالآتي: 15% على الامتحان التحريري، 25% على الحضور والانصراف وعلى أو بمعنى أصح على كراسة على الواجب على أداء الواجب، 60% على الامتحان الشفوي. الامتحان الشفوي ده هيتم مباشرة بين حضرتك وبين المدرس اللي بيمتحنك. الثلاث أوائل في كل مرحلة من المراحل لهم جوائز، في جوائز معنويه وجوائز ماديه وجوائز لها قيمه، يعني نشكر ربنا. هيبقى في شهاده تخرج على ورق بردي مكتوب عليها اسم حضرتك، شهاده التخرج دي هتبقى مكتوبه باللغه القبطيه وباسم حضرتك على ورق البردي. هيبقى في تمثال الكاتب المصري اللي هو اللوجو بتاع البرنامج ككل، الكاتب المصري، وهو ده اللوجو بتاع البرنامج ورمز لدراسة الكورسات اللغة القبطية. وبعد كده في جايزة مادية هتبقى للثلاثة الأوائل من كل قسم من الأقسام. ده طبعا كلهم هياخدوا جوائزهم، بلس بقى صاحب النصيب بقى وصاحب الحظ اللي هتطلع القرعة بتاعته ده، احنا بنقدم له دعوة لزيارة أمريكا ويجي كاليفورنيا بالتحديد، هيزورنا في القناة وهنرحب بيه وهنستضيفه في برنامج بصمة، هيبقى ضيف علينا وهيقضي أسبوع إقامة كاملة، تذاكر الطيران رايح جاي بإقامة كاملة، وهنوديه هوليود وهنوديه شواطئ بتاعة الساحل الشمالي هنا. لكن لو هو بقى من اوريدي من يونايتد ستيتس مثلا، فهنوديه بقى رحلة المكسيك.